بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبرا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. انتهت الحديث السابقة في عموم ومجمل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما كان أفعالا ومنها ما كان أقوالا، بمعنى منها ما كان بفعله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان بقوله وأمره كما مر معنا في الحديث السابقة. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم من أحكام الصلاة، وهو وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. ولا شك أنه المصنف رحمه الله عالم من علماء المسلمين وفقيه من الفقهاء، وعادة الفقهاء في دقتهم يعقدون ترجمات الأبواب لتدل على ما يقصدونه، وأحيانا قد بالترجمة يومئون إلى خلاف من خالف، أو كانهم أيضا يومئون إلى ترجيح ما يرونه في مقابل ما اختلف فيه أهل العلم. ولهذا من أدق ما لاحظه العلماء واعتنوا به وأثنوا على صاحبه في دقته وفقه الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري في فقهه وفي تراجم أبوابه من أدق أهل العلم في هذا، ولهذا الحديث الواحد يريده في مواطن كثيرة، ولكل موطن يضع ترجمة يقصد منها ما يفهمه أو ما يريد أن يفهمه أو يريد أن يوصله إلى أهل العلم من فيما يتعلق بفقهه في هذا الحديث أو فقهه من هذا الحديث. وهنا الإمام المقدسي في كتابه عمدة الأحكام عقد هذا الباب لخصوصية الطمأنينة في الركوع والسجود، لأن بعض أهل العلم لا يرى ذلك، وخاصة أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الطمأنينة ليست واجبة، ويكفي مجرد الرفع ثم الخفض،
أما الاعتدال أو الاطمئنان، الاعتدال في القيام أو كذلك بين السجدتين أو حتى السجد، هذا كله يرى أنه ليس يعني واجبا، له يقوم باستحبابه طبعا، لكن لا يرى وجوبه. لكن هنا الشيخ يرى وجوبه، بل أهل العلم بعضهم يرى ركنيته، هذا ركن. ولهذا ومن أدلة أبي حنيفة رحمه الله قول عز وجل اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، وليس فيها طمأنينة. لكن على كل حال الحديث واضحة، المقصود أن نشير إلى مقصود المصنف به هذه الترجمة، فقال باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وسوف يأتي تفصيل هذا في فقه هذا الحديث. أورد فيها هذا الحديث العظيم، وهو حديث تلقاه أهل العلم بالفقه والتحليل، بل يعني من دقة ما قالوا استقالوا استدل به على وجوب كل ما ورد فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر فيه. الحديث صحيح، صحيح باتفاق أهل العلم، وكل ما فيه يقول أهل العلم واجب، وما لم يذكر فيه ليس بواجب، مما يدل على عظم هذا الحديث وعظم احتفاء أهل العلم به من حيث النظر في فقهه ودلالاته. هذا الحديث هو الذي يسميه العلم حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته. وبعض العلماء ينتقد هذه التسمية، وإن كانت درج عليها متقدمون جدا، لكن يقول الوصف المسيء هو لم يسئ، بمعنى الصحابي جليل وسأتكلم عنه، لم يقصد لم يعني، لأحيانا حينما تصف العمل بأنه سيء كأن صاحبه متعمد، كان صاحبه متعمد، كان أساء. فمن هنا لها قال لا، لو قال حديث الجاهل في صلاته لكان أدق يعني، لكن لا، حينما نقول إساءة نسبة للفعل لا للفاعل، حينما أقول إساءة للفعل لا للفاعل. وكثيرا ما، وهذه دقيقة جدا يا أخواني، كثيرا ما يعني ينسب الوصف للفعل ولا يلزم منه وصف الفاعل، وبخاصة في باب العقائد، باب العقائد قد يقول العالم مقالة كفر لكنه لا يكفر، قد يقول مقالة كفر لكن لا يكفر، وهذا كثير في بين أهل العلم، فلا يكفر لقوله بهذه المقولة، وإن كنت ترى أنت أنها تؤدي الكفر. لماذا؟ لأنه هو أصلا لم يقولها وهو يرى أنها مكفرة، أعوذ بالله، هذا لا ينبغي أبدا أن يرد في خاطرك أن عالم علماء المسلمين يقول شيئا مكفرا وهو يعتقد أنه مكفر، خروج من ملة. لا، هو قاله مجتهدا ويرى أنها هذا الصواب عنده، وإن كان مخطئ، هو قد لا يقر على خطأه لكنه مخطئ، لكنه لا يتعمد أن يقول مقالة كفر ويرى كفرها أو يتبنى كفرها، نسأل الله السلامة. ومن هنا لو قلنا مسيء صلاته لا نقصد أنه هو وصف الفاعل، إنما الفعل، وصف الفعل، ومن هنا قد يكون الأمر في سعة. ومع هذا أن يقال الجاهل قد يكون أكثر أدبا، وهو طبعا هذا الرجل في قوله أن الرسول دخل المسجد فدخل رجل، هذا الرجل قالوا إنه هو خلاد بن رفاعة، وهو أب بدري، حضر بدرا، وله قصة مع أخيه رافع، كان لهم جمل ذهبوا به للقتال في بدر، وكان ضعيفا جدا الجمل، ويكاد كل ما ركبوه برك لضعفه، فيقال أن خلاد نذر أنه
يذبحه لله، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر، قال ما شأنه؟ قال كذا كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما توضأ أبقى شيئا من مائه ثم دفعه لهم وقال صبوا على رأسه وعلى فمه وعلى سنامه وعلى ظهره، وفعلا يعني فعلوا ذلك، فنشط من عقال حتى أنه يعني في المشي سبقهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه رأى يعني شجاعة تشجعهم وارتفاع يعني نفسياتهم، فجمل فعلا يعني ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر وضوئه نشط الجمل وذهبوا إلى بدر، لكن بعد بدر ذبحوه وصدقوا به. المقصود أنه قيل أنه هو خلاد بن رفاعة وهو بدري، لكن هذا يعني طبعا أنه لا قد يكون قد فقه الصلاة وفقه أحكامها. فدخل المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل بعده هذا الرجل فصلى، طبعا صلى التحية، تحية المسجد، وهذا يدل على مشروعية تحية المسجد، فصلى، بمعنى لأنها ليس على كلام العلم أن ليست فريضة، ولهذا استنبطوا منه مشروعية تحية المسجد، من فقه هذا الحديث يدل على مشروعية تحية المسجد، فصلاته هذه لم تكن فريضة، لكن ومع هذا مما يعني يقول العلم أن الأصل استواء الفرائض والنوافل في الأحكام، ما يطلب في الفريضة يطلب في النافلة من حيث الركنية والوجوب والطمأنينة إلى آخره، والأذكار والتكبيرات وقراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر إلى آخره، فما كان ركنا في الفريضة هو ركن في النافلة، وإن كان النافلة في أصلها مستحبة بينما الفريضة هي واجبة، لكن أفعالها وأقوالها واحدة، النافلة والفريضة الأقوال والأفعال فيها واحدة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، هذا يدل على مشروعية التحية، تحية السلام، جاء سلم يعني ألقى قال السلام عليكم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمق صلاته فرآه يستعجل فيها، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي معناته أن الصلاة باطلة، لأن النفي كما يقول العلماء الأصل في أنه يتوجه إلى الحقيقة وليس نفي الكمال، نفي الحقيقة، والحقيقة هنا بمعنى أنها لا تصح، الأصل في النفي إذا هو نفي الحقيقة وليس نفي الكمال، مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، قال العلماء أن طبعا يسمونها في الأصول ذات المقتضي، فالنفي هنا لا صلاة، بعض العلماء يقول لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، والأصل في لا النافية الجنس أنها تنفي الحقيقة، فإذا كانت تنفي الحقيقة يقول ما لا صلاة صحيحة، لا نستطيع أن ننفي الحقيقة بمعنى لا صلاة، هو صلى ركع وسجد، فهو أتى بصورة الصلاة، أتى بصورة الصلاة، ولهذا من أجل الأقرب إلى نفي حقيقتها، بمعنى حينما تقول لا رجل في الدار معنى في حد فاضي، هذا حينما نقول في الحقيقة لا رجل في الدار بمعنى البيت فاضي خالي ما في رجل، فإذا قلنا إن لا الأصل هو نفي الحقيقة وليس نفي الكمال، فيكون لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، فالذي وحيث أننا لا نستطيع نفي الصلاة لأنها وجدت الصلاة بقضاء النظر عن
صحته من عدمها هي وجدت ركوع وسجود ركع وسجد، لكن الأقرب من أجل أن ننفي الكم أن ننفي الحقيقة ننفي الصحة الشرع، لأن بمعنى الحقيقة الشرعية لا صلاة صحيحة، هذا هو الذي يقابل نفي الحقيقة المادية، هو الذي يقابل نفي الحقيقة المادية. فحينما قال لم تصلي يعني أن صلاتك لم تقع صحيحة، أن صلاتك لم تقع صحيحة، فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، بمعنى نفس نفس الذي يعرفه أو يفقهه أو يحسنه هذا، ثم جاء فسلم، فسلم يعني يدل على مشروعية تكرار السلام وإن كان الوقت قريبا، وإن كان الوقت وسلم في الأول فقال له ارجع فصلي، فرجع فصلى كصلاته الأولى ثم رجع فسلم، دل على مشروعية تكرار السلام إذا وجد فاصل ولو كان قريبا، ولو كان قريبا أو قليلا. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، يعني نفس ما فعله في الأول، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاثة، بمعنى رجع مرة أخرى وصلى نفس الهيئة الأولى، قال ارجع فصلي، بمعنى أنه صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، لأنه قال ثلاثة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاثة يعني رده ثلاث مرات، فقال والذي بعثك بالحق ما عشت غير هذا أو غيره. أيضا هذا يدل على أدبه، أدب الرجل الصحابي الجليل، مؤدب وتحمل رد النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مرات، لأن أحيانا إذا ردته قد يثور غضبه أو يعني ينفعل كما يقال، لكنه لا. وهذا أيضا الحديث يعني فيه من الفوائد التعليمية عجيب، سنشير إلى بعضها. فهو قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أو غيره، فعلمني، هذا من أدبه. وكما أننا لا شك طبعا سنتكلم عن المعلم وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته، أيضا المتعلم قدر الإمكان ينبغي أن يكون متأدبا قدر الاستطاعة، وأن يتحمل التعليم، والتعليم يعني الذي لم يرزقه الله أدب التعلم غالبا لا يستفيد. التعلم ينبغي للمتعلم أن يكون ذا صبر وتحمل وأدب مع أستاذه وشيخه مهما قسى عليه، وأحيانا المعلم يحتاج إلى أن يقسو. النبي لم يقسو عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أتكلم عن في الجملة أن المتعلم ينبغي أن يكون يعني أعظم أدواته التي بإذن الله يفتح الله عليه بها هو الصبر والتحمل. مهما قسى المعلم، وغالبا قسوته غالبا تكون للتعليم والتأديب ولأمرين، إما لأن الطالب فيه نوع من الشغب، أو لأن الطالب جيد والمعلم يريد فعلا أن يكون أفضل وأفضل. أحيانا الطالب المتميز تجد أن المعلم يعني يلح عليه أكثر من غيره لحسن ظنه فيه، ولأيضا رأى أنه يستفيد جدا. المقصود أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بالصبر ويتحلى بالتحمل، التحمل الشديد. ولهذا قيل من لم يذق ذل التعلم، لأن الفعل فيه ذل، بمعنى أن المعلم مسيطر وحقه أن يسيطر. من لم يذق ذل التعلم ساعة
تقلب في تقلب الجهل طول حياته، تقلب الجهل طول حياته. فالتعلم فيه ذل، بمعنى المعلم يا اخواني التعلم والاسترشاد والاستنصاح، بمعنى اذا كنت منصوحا او كنت موعوظا او جاء احد يذكرك فيه ذلة عليك حقيقة. لماذا؟ لان الناصح غالبا له علو وله هيمنة وله يعني تمكن، لأنه أدرك فيك نقصا، وأنت أيضا تشعر بالذل لأنك فعلا وقع على نقص فيك. لكن مطلوب من المعلم ومن الواعظ أيضا ألا يشعر المنصوح والموعوظ بالاستعلاء أبدا. ولهذا وصفت الموعظة بأن تكون حسنة بخلاف الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يقل بالحكمة الحسنة والموعظة الحسنة، لأن الحكمة لا تكون إلا حسنة، الحكمة لا تكون إلا حسنة، أما الموعظة لا، قد تكون غير حسنة، بمعنى أن تكون قسوة وزجر، وأحيانا لا يستفيد الموعوظ. لا، ينبغي الواعظ يكون رقيقا ورفيقا. لماذا؟ لأنه في مكان عالي وفي محل علو، ولأن الموضوع الموعوظ والمنصوح في مقام ذل. ولهذا المتعلم فعلا في مقام ذل، وينبغي أيضا هو أن يستذل كذلك، ينبغي أن يخضع لشيخه خضوع أستاذه ومعلمه خضوع المتعلم. ولهذا إن لم يخضع ويستسلم ويتأدب ما يستفيد، المستفيد هو المؤدب والذي يتلقى كل ما يأتي من شيخه ومعلمه وأستاذه بالقبول والاستحسان والرضا والتحمل. بإذن الله هذا هو الذي يستفيد. أما الذي عنده نشاز أو عنده تلكؤ أو عنده مقاومة يستاذي، غالبا هذا ما يستفيد. فهذا الصحابي الجليل قال: والذي بأدبه ويعني حتى صيغة القسم من 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 أعظم الآداب في هذا المقام. والذي بعثك بالحق، يدل على قوة إيمانه وعلى قوة يعني تصديقه بما يصدر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأتى بصيغة تدل على الاستجابة وتدل على معرفته لمقام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذا المقام وهو مقام التعليم ومقام أنه أتى بالحق. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، هذا جهدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان معه رفيقا وكان رقيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم ومعروف عنه يعني شفقته، ولا سيما في باب التعليم. باب التعليم فيه رفق عجيب عليه الصلاة والسلام، أسوة. في قصة الأعرابي كما تعرفون الذي بال في المسجد، ما أظن فيه يعني أكبر جرم ظاهر وصفاقة وجفاء من أن يأتي ويبول في المسجد، أقدس مكان وأحسن مكان والمسجد النبوي ويبول. الصحابة كلهم ثاروا عليه وأوشكوا أن قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، حتى البول خليه يكمل في المسجد، خليه يكمل.
ما قال اقطع روح كمل وتعال، لا خلي كمل، لا تظلموه يعني لا تقعوا عليه بولا. أنا لا أظن يعني كلنا والله لو رأينا أحد من هذا كم سنة ثور، إذا كنا نثور على جوال إذا رن كل رأينا. كل المصلين يرنوا والإمام يرد، تحملوا الناس تحملوا تحملوا، أظن الجوال أسهل من واحد يبور في المسجد. لو أنا رجلا أتى بطفله في المسجد ثم بات في المسجد الطفل، ايش تسوون؟ الله تشير من الدنيا، تقيم الدنيا وتقعدوها. تصوروا يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم أدبه هذا قبل 1400 سنة، والعرب أعراب وجفاة ولا يعرفوا التهذيب ولا شيء. يعني حينما تتتبع السيرة العجيبة في وكل يعني لاحظوا جميع تشريعات محمد صلى الله عليه وسلم أتى بها من عند ربه قبل 1400 سنة. كيف كان العالم قبل 1400 سنة؟ أنا الكلام يطول في هذا، لعله تأتي مناسبة نذكر بعض الشيء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه كان رفيقا جدا، فقال لا تظلموه. فلما أنهى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء أو ذنوب من ماء، يعني دلو مليان، صبوا عليه مرة أخرى وانتهينا. ثم ناداه فقال يا هذا إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله والصلاة بس. قال ترى هذا غلط، ترى المساجد كذا كذا. ماذا قال أعرابي؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، لأن الصحابة حوله أظهروا يعني غضبهم أو نفورهم أو استنكارهم ومحمد صلى الله عليه وسلم لا. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. أيضا هذبه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لبقة، قال يا هذا لقد حجرت واسعا، رحمة الله تسعنا جميعا، حجرت واسعا. وأيضا الحكم السلمي معاوية بن الحكم السلمي حينما دخل والمسلمون يصلون، أظن تكلم ورفع صوته، فكان يا الصحابة صاروا يضربون على أيديهم يسكتونه أو يصمتونه على أفخاذهم يضربون أيديهم نوع من ال. يقول فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ناداني فما قهرني ولا كهرني ولا أبدا، إنما علمه وهذبه ولم ينكر عليه ولم يعني يظهر غضبه أو نفوره أو أو أو, أو غلظته عليه عليه الصلاة والسلام. وحقيقة وهو أسوتنا، فينبغي قدر الإمكان أننا في حياتنا نتأسى به، وإن كنا بشر وهو أيضا بشر، يعني الرسول بشر، ومن نعمة الله علينا أنه بشر منا تعتريه الأحوال البشرية، لكنه نبي. قل إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه فعلا هذه صلاته ناداه، قال فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن هذه الأفعال والأقوال ستأتي، هذه هي كما قلت لكم في أول الحديث، قال الفقهاء إن يدل على أن كل ما جاء فيها واجب، كل ما جاء فيه الحديث واجب. وقال بعضهم وما لم يرد فليس بواجب، بمعنى أنه مستحب، ما جاءت الحديث الأخرى مستحب، ما دام ليست هنا فهو ليس بواجب. وهذا طبعا محل نقاش، ما أنه واجب نعم، أن ما لم يرد ليس بواجب لا، هذا محل خلاف به العلم، وسيأتي إشارة إلى بعض مواطن في هذا الموضوع. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال علماء هذا فيه دليل على أن
الصيغة التي يؤتى به الله أكبر، يعني أكبر. بينما مر معنا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول أنه يكفي أي لفظ يفيد التعظيم، كما يقول الله أجل، الله أعظم، الله العظيم، الله الكبير، عنده رحمه الله أن هذا يكفي. بينما هناك علماء لا، أنه قال فكبر، يعني صيغة الله أكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. استدل بهذا أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الفاتحة ليست واجبة. يرى سنية طبعا ولا شك، والمسلمون منذ عهد المصطفى إلى الآن وهم يقرؤون الفاتحة الحمد لله، بس الكلام في ركنيتها ووجوبها من عدمه، وإلى كل ما يقرؤونها، حتى الحنفية يقرؤونها، كل المسلمين يقرؤونها، لكن الكلام على الركنية. فهو في الحديث هنا لم يقرأ الفاتحة، ذكر يقرأ ما تيسر معك القرآن. لكن في حديث آخر لا صلاة، وهو حديث صحيح أيضا، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. أبو حنيفة يقول صحيح الحديث، لكن كما قلنا قبل قليل يقول لا صلاة كاملة، والآخرون يقول لا صلاة صحيحة. قلنا لكم دلالة المقتضى هي الخلاف فيها هنا، المنفي هل هو الكمال أو المنفي الحقيقة لا صلاة، كما قلنا لا رجل في الدار. لكن جاء في 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 عند أبي داود ثم اقرأ، قال عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. فقالوا هذا يفسر هذا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا الشاهد، هذا الشاهد الذي عقد المصنف هذا الترجمة وأورد الحديث فيها، وهو قوله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. فالرسول هنا قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ومر معنا الكلام على الطمأنينة، وهي أن يستقر كل عضو في مكانه في هيئة الركوع، هيئة القيام، هيئة الجلوس، هيئة إلى آخره. وأيضا مر معنا الاعتدال، اعتدال السجود، اعتدال الركوع، وأن اعتدال الركوع هو أن 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 يتساوى رأسه مع ظهره كما قلنا، ويكون ظهره مستويا. أيضا السجود قلنا أن يضع جبهته وأنفه ويجافي بين عضديه ويجافي بطنه عن فخذه إلى آخره. هذا هو اعتدال السجود، وذاك هو اعتدال الركوع، وهذا هو اللي يحقق الطمأنينة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والطمأنينة هي السكون. الطمأنينة في اللغة هي السكون، معناه أنك اركع حتى تسكن. بينما الذين لا يرون الطمأنينة يقول لا، مجرد الرفع بسرعة، فما يطمئن، لأن الطمأنينة السكون، فينبغي إذا ركع أن يطمئن. المقصود بمعنى لا يرون وجوب الطمأنينة، ليس لا يرون مشروعيتها، لا. لاحظوا حينما نقول إن أبا حنيفة لا يرى هذا، لا يعني أنه لا يرى مشروعية، لا، هو يرى مشروعية، إنما لا يرى الركنية ولا يرى الوجوب، وإلا هو يقوم بالمشروعية. والحنفية كلهم يصلون كما يصلي المسلمون الحمد لله، يطمئنون ويركعون ويسجدون بشكل الحمد لله ظاهر، لكن الكلام على الوجوب وصحة الصلاة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إذن هذا الشاهد. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، بمعنى لا يكفي تقول ترفع ثم تسجد، ارفع ثم اعتدل قائما. والاعتدال لا يكون إلا بالطمأنينة، وبأن يستقيم عوده ويعود كل عضو إلى مكانه. ثم ارفع حتى تعتدل قائما،
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ايضا لا بد من الطمانينه. وقال بعضهم قال حد الطمانينه السكون، وقال لا، ان ياتي بالذكر الواجب، طمانينه ان ياتي بالذكر الواجب. بمعنى الواجب ما هو؟ في الركوع سبحان ربي العظيم مره واحده، يعني يركع وبقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، هذه طمانينه. والسجود سبحان ربي الاعلى مره واحده، هذا الواجب. ثلاث طبعا مستحبه. فالمقدار الزمني الذي تاخذه لفظه سبحان ربي العظيم والاستراكع، هذا هو الذي يحقق الطمانينه على ما قرره بعض اهل العلم. وهذا هو الذي هو اضبط شيء، اضبط شيء للطمانينه هو هذا، بمعنى ان تركع وتاتي بسبحان ربي العظيم ولو مره واحده، على الاقل مره واحده، حتى تحقق الطمانينه، حتى تحقق الطمانينه. سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الاعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وسميع الله لمن حمده للامام المنفرد، ربنا ولك الحمد للمامون. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني يجلس جلوسا بحيث يعتدل في جلسته، وبحيث يعود كل عضو إلى مكانه. ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة، كل ركعة اطمئن فيها في ركوعها وسجودها واعتدالها والجلوس بالسجدتين. الذين يقولون ان الحديث هنا لم يشتمل على كل مطلوبات الصلاة، لأن كما قلنا لكم ان بعض العلماء يقول ان ما جاء في هذا الحديث هو الواجب، وما لم يأتي ليس بواجب. العلماء لا، التشهد ما موجود، ومع هذا واجب التشهد، التشهد الأخير واجب، ومع هذا لم يذكره، ما يدل على أنه ليس مشتملا على كل الواجبات في الصلاة. أيضا من فوائد هذا الحديث في التعليم خاصة، الرسول صلى الله عليه وسلم ردد هذا الرجل صل فإنك تصلي، يريد منه لعله أن يكتشف خطأه، وهذا من طرق التعليم، من طرق التعليم أنك ترد الطالب أو التلميذ ليكتشف، إذا أخطأ ترده ليكتشف الخطأ، وهذا أجود، بحيث يشغل نفسه ويشغل فكره وعقله، وقد يكون ايضا قراءته ويبحث عن مواطن الخطأ. فهذا ايضا من فوائد الحديث، ورده ثلاث مرات لعله ان يكتشف. كذلك ايضا قالوا ان الترديد هذا للطالب اما ليستذكر ان كان ناسيا، او ليستنبط ويجتهد، أو أيضا نوع من، وهذا أيضا معلوم في طرق التعليم والتدريس، وهو إثارة الطالب ليفهم، فلما تردده تستثير ما عنده من رغبة في التحصيل، ورغبة في الاستنباط، ورغبة في الاكتشاف. الترديد بيقول لا، ارجع، راجع، شوف. هذا ايضا من وسائل التعليم المحموده. فهذا ايضا من طرقه عليه الصلاه والسلام، وهذا كما قلنا قبل 1400 سنه. وايضا من حرص العلماء على ان يدركوا فقه الحديث، قالوا انه لم يرده عقوبه او زجرا او تعزيرا للخطا، لا، رده تعليما، ومن اجل ان يكتشف الخطا، لا من اجل ان يعني يعاقبه. واحيانا قد المعلم يعيد الطالب من باب الزجر، لكن هنا قال العلماء لا، ما اراد انه يعني بمعنى
إن صح التعبير قد يكون نوع من التنبيه أو التدريب لعله أن يكتشف الخطأ بنفسه، إما لشيء نسيه يتذكره أو يعني فعلا يتطلع لمزيد من العلم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الحديث حديث عظيم، والعلماء يعني عقدوا له يعني في فقهه مباحث كثيرة، ويحسن بطالب العلم أن فعلا أن يقرأه ويقرأ كلام أهل العلم حوله وشروحة أهل العلم، فإنهم وقفوا عند هذا الحديث طويلا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.